زي ما احنا متعودين عندنا في حلقتنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا نبدأ بالأخبار اللي حصلت بالأمس اللي أبرزها إن مجلس الوزراء أعلن موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة وإن الحكومة هتبدأ في تنفيذها فورا. وكمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء ترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار. خلونا نعرف تفاصيل في هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع قال الدكتور مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على وثيقة سياسة ملكية الدولة وأكد على إن الحكومة هتبدأ في تنفيذها على الفور بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، وقال رئيس الوزراء إن تنظيم المؤتمر بيمثل أحد أبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي. ووجه مدبولي بأن يتم الإعداد على أعلى مستوى وتتم دعوة أكبر المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى وممثلي الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال. امبارح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد إلى أرض الوطن، وده بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى السعودية واللي ترأس خلالها مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي. وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات حرس الحدود قامت بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، ونجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالي مساحة 173 فدان في السهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق اللي يصعب الوصول ليها نظراً لطبيعتها الجغرافية، وده بيأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وأيضاً تضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء. ايضا في جوله المحافظات كان في مجموعه من الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، منها افتتاح الدوره 35 لمؤتمر ادباء مصر في الوادي الجديد وزراعه 40,000 شجره في احياء الاسكندريه منذ انطلاق المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره، ايضا تنظيم زياره لطلاب جامعه سوهاج لتفقد مشروعات حياه كريمه في دار السلام، واخبار ثانيه كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها افتتاح فعاليات الدورة 35 للمؤتمر العام لأدباء مصر اللي بتستضيفه المحافظة على مدار 4 أيام. في المنيا تم إطلاق فعاليات مبادرة فرحهم لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وخلال الاحتفال سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 14 جهاز عروسة كامل بالإضافة لتسليم عدد من المستلزمات المنزلية والإعانات الشهرية. في الغربية أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية أنه تم دعم الجامعة بمعامل وورش بقيمة 12 مليون جنيه بما يخدم طالب التعليم التكنولوجي علشان يكون مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. في أسيوط تفقد المحافظ اللواء عصام سعد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة مرشحة ساحل سليم الزلطية اللي بيجري تنفيذها بتكلفة 8.5 مليون جنيه، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية تم الإعلان عن زراعة 40,000 شجرة في جميع أحياء الإسكندرية، وده خلال 19 أسبوع منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في سوهاج تم تنظيم جولة ميدانية ل50 طالب وطالبة بيرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى مركز دار السلام.